di çarçove yariyên xula Iraqê ya Tapapê ya qonaxa dawiyê di gera duwê de yana duhokşiya li nav gorapana xwe da serkeftinê bi ser yana neft cinûb bînîn û sê xalên giring bi dest xwe ve înin. Yana duhok di vê yariyê da bi asteke baş dihata pêş çav û kontrol li ser yarîgehê kir bû. Û yarî li nîva êkê da bû weke vê kabê gol dawî hat û bi destpêkirina nîva duwê bi du xulekan yarîzanê yana duhok Welîd Selman Şiya li xuleka 47 jiyariye gola êkê û ya serkeftinê bû yana xwe tûmar kir. بس الحمد لله خدي توفيق دامر يام مستوى كي باش وأداء كي باش و امشي انسي خالي ياري دس خوبه بينين دس خوشي الجمهور يانا دوكي كم كل جمهور كي همي قوافيه بو يانا دوكي نا بس فوز ما انا امشيان مستوى كي باش تقديم كن وفوزي جبين سوباس جماهير خوش تفيد كمو ملعب كربو سي نقطه تعود اللي فايده معنات كر الحمد لله سي نقطه دس موادن روج بروج ازبين ما فريق مستوى باش تلتت جاليه خو يا ريزاني يانا نفط جنوب خويات كت Li ser me pêdivî bû em xala ki bi dest xwe vebînin belê pa li şiyan da nebû. Belê niha jî me hîviyek yamay ew jî yariya me digel yana mîna divêt em sê xalan bi dest xwe vebînin divê yariyê da. ثلاث نقاط كانت تفيدنا بهذه المباراة خفقنا اليوم لكن لا يجب علينا ناخذ نقطة واحدة ما ام بي دي في بخاله كي بوين وام نشيم دسي خو و بينين وهروسا بيروز باي يا نا دوك ديكين بل ما هي فيا كي ماي او جي ياريا ما دغل يا نا مينا دا ان شاء الله دوي ياريا دا ام دشين سي خاله بدسي خو و بينين مبروك نادي دوك وهذا لك فريقنا عندنا حساب ان شاء الله مباراه الميلان لازم نحصل ثلاث نقاط تعزم سركفتنا يانا دوك دوي ياريه دا بدس انا سي خالان خالتي بونا بينج خال وريز بنديا ستي ده د كوما خدا ودگلوي ايگه دا يانا نفت جنوب بريز بنديا چاريو داوي ده د بينج خالان وجماوري يانا دوك جي دي بيجيت اف سركفتنا هيفيك بو يانا دوك زفران داكو بشيت حفركيه بكد كوما خدا رانش عمر كي ان